علوم وتكنولوجيا بعلم علمك معي أنا طارق. بيقولوا الشبعان مو مثل الجوعان، والجوعان مو دائما بيعرف شو بده يطبخ. موضوع اليوم هو تطبيقات للناس اللي بيحبوا بطنهم. في كتير تطبيقات لوصفات الطبخ، عملنا فتلة سريعة واخترنا كم واحد صغار. الأول هو أطباقي. في كتير وصفات بالعربي سواء الأكل العربي أو أجنبي، في منهم مع شرح بالفيديو بإضافة للشرح المكتوب. بيسمح التطبيق كمان بتصفح الوصفات حسب نوع الأكلة أو مطبخ بلد معين أو مناسبة معينة مثل حلويات رمضان وحلويات العيد. وفي له كمان عنصر اجتماعي، يعني بتقدروا تعملوا بروفايل، تعملوا كتاب طبخ شخصي بتضيفوا عليه وصفاتكم او وصفات جاهزه بتلاقوها. بتقدروا كمان تعزموا رفقاتكم وتتابعوا الوصفات اللي عم يضيفوها هن، او تلاقوا طباخين مشاهير وتتابعوا وصفاتهم. وفي على التطبيق كمان مقالات عن الطبخ ونصائح غذائيه بيساعدوكم تلاقوا اكلات حسب نظام غذائي معين. التطبيق الثاني هو كوك باد، بيدعم كتير لغات من بينها العربي. هو ما فيه كل الميزات اللي موجودة بأطباقي، بس شرح طريقة الطبخ أحسن شوي لأنه بيمشي خطوة خطوة ومع الصور، والتعامل معه أسهل لأنه بسيط ومنظم. وممكن كمان نحتفظ بوصفات اللي بتعجبنا ونتابع وصفات أشخاص معينين أو نضيف وصفاتنا الخاصة. وفي تطبيق يملي اللي للأسف ما بيدعم العربي، بس في كتير وصفات لأكلات عربية وأجنبية مناسب كتير للطبخ الأجنبي لو مشاركة الوصفات العربية مع حدا أجنبي. واخر تطبيق بهذا الموضوع هو دينر سبينر، اللي كمان متوفر بس بالانجليزي، بس في ميزه حلوه كتير هي انه بنقدر نحن نحط له المكونات اللي عنا اياها بالبراد مثلا والوقت المتوفر معنا، وهو بيقترح وصفه على الاساس. اخر شيء في تطبيقات اللي بتساعدنا نلاقي مطاعم قريبه، وحتى ممكن توفر خدمه انه نحجز بهي المطاعم مثل مثلا اوبن تيبل وراوند مينيو، واكيد في كتير غير هون وبيختلفوا حسب البلد. في كتير تطبيقات تانية لها علاقة بالأكل، شو بتستعملوا انتو من هون؟ خبروني بالتعليقات. لا تنسوا كمان تعملوا لايك وشير لصفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على ساوند كلاود. علوم وتكنولوجيا بعلم علمك معي أنا طارق.